20. خلونا ناخد تقرير مع كابتن ميدو مصلحي المدير الفني للفريق وكابتن دولا، وتخرجوا لنا لتقرير لكره الطايره والكلام عن مباراه امس، وترجعوا لنا مره ثانيه نستقبل ضيوفنا الكبار في كره الميه. معانا كابتن محمد فاضل، كابتن مدحت فرج، وكابتن سيف ممدوح. هو الماتش في مجمله كان مقبول جدا الحمد لله، اول شوط وثاني شوط، حتى الثالث اللي احنا كنا انت بتقول فيه ان احنا كنا مش موفقين يعني في الاول. لما يكون الفرقه الليدنج علينا خمس نقط ونجيبهم ونكسبهم، دي تعتبر طبعا حاجه كويسه للفرقه. الحمد لله ماشيين في طريق كويس يعني، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. والله على حسب برضو يعني، انت لو عندك ارسال زي بالظبط ما عبد الله عمل كده في اخر فرق كتير، وبلوك ارسال وبلوك بيفرقوا كتير جدا حتى لو الفرقه اللي قدامك فرقه يعني. فهو ده اللي حصل، ان الفرقه اللي قدامك كانت فرقه خمس نقط علينا، عبد الله مسك السيرف جاب بنتين ايس ويعني الحمد لله. لكن فرق كبيره بيبقى صعب شويه، لو لعبت فرقه كبيره وعندها نفس الامكانيات بتبقى في صعوبه شويه. لعبنا طنطا، لعبنا النهارده القناه، ويوم الجمعه الشمس، هنلعبهم تاني دور تاني، الاول والتاني من كل مجموعه، الاربع مجموعات هيبقوا 8 فرق هيلعبوا دوري رايح جاي، تقريبا هيبقوا دورات مجمعه يعني. فرقه محترمه جدا وفرقه من المرشحين اللي هي تصعد للدوره المجمعه، بس الحمد لله يمكن احنا مركزين بشكل كويس ان احنا نخلص كل ماتشاتنا بشكل كويس 3-0. انما هي فرقه محترمه، زائد ان الفولي عموما الكره الطايره تختلف تماما، ممكن اي فرقه تقفل معاك سكور والكلام ده كله، بس الحمد لله الفرقه مركزه بشكل كويس. لا يمكن حصل هزه بسيطه كده في اول الشوط في الاستقبال، بس الحمد لله الفرقه الناس موجوده كبيره وخبره قدرت تقلل الفرق ده بسهوله، والحمد لله حسمنا الشوط بدري. عندنا ماتش الشمس ده برده اخر ماتش في الدور الاولاني، بعد كده عندنا نعيد الماتشات. لا بس ان شاء الله احنا الدور ده واخدينه بشكل جدي جدا عشان نقدر نخش على بقيه الدورات المجمعه واحنا جاهزين ان شاء الله. الحمد لله الف مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني، اللعيبه النهارده كانت رجاله، احنا مستعدين بشكل كويس من اول الموسم، مركزين بدنيا مهاريا، شغالين صبح وليل تمرين، فالنهارده اساسا احنا اصلا محملين عشان نستعد لدور الثمانيه، فالحمد لله الحمل بيبدا نفكه واحده واحده لحد نوصل للفورمه بتاعتنا وان شاء الله، وان شاء الله الاهلي معروف بانتصاراته كلها، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ونكسب الدوري ان شاء الله وافريقيا ان شاء الله والكاس ان شاء الله تراب ترول عن شركه. مفيش حاجه صعبه عن النادي الاهلي الحمد لله، احنا ال 12 لعيب منتخب مصر عندنا، احمد صلاح جالنا السنه دي، عبد الله السلام السنه اللي قبليها، انا ومحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم انضمينا من نادي الزمالك وانا انضميت من نادي سموحه، والحمد لله النادي الاهلي عمل فريق محترم وفريق جامد، فريق كله عناصر منتخب مصر، فما فيش حاجه صعبه قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي معروف كله انتصارات وكله بطولات، وان شاء الله نحقق كل بطولات ان شاء الله السنه دي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله.